أضافت الولايات المتحدة اليوم شرطا جديدا لانسحابها من سوريا الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب في 19 من ديسمبر كانون الأول الماضي. وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون الذي يقوم بزيارة إلى إسرائيل وتركيا إن على أنقرة أن توافق على حماية الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة. وردت تركيا على الشرط الأمريكي قائلة على لسان المتحدث باسم الرئيس التركي إن تركيا لا تستهدف الأكراد. وأضاف إبراهيم كالن أن تركيا تحارب مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني. وكان ترامب قد فاجأ حلفائه بإعلان الانسحاب من سوريا، لكنه عاد وأكد أن الانسحاب الأمريكي سيكون بطيئا وعلى مدى فترة من الزمن. اختار ثعلب السياسة الأمريكية جون بولتون من إسرائيل أن يحسم القيل والقال بشأن الانسحاب الأمريكي من سوريا. من هنا حدد المرحلة المقبلة وطبيعتها، ومن القدس تحديدا قال المستشار الرئاسي بوضوح لا تحرك تركي من دون التنسيق مع أمريكا. وقال أيضا إن الانسحاب لن يحدث دون اتفاق لحماية الأكراد. أما الدور الإيراني في سوريا فلا ضرورة للحديث عنه من رجل لطالما وصف هذا الدور بأنه خبيث. ما قاله بولتون حتى في مناطق الأكراد بردا وسلاما، بات مسلما هنا أن التوافق بين أنقرة وواشنطن لانتشار الجيش التركي بدل القوات الأمريكية لا يعني تخليا عنهم، والأهم بالنسبة لهم أن لا جدول زمني للانسحاب قبل ترتيب الأوضاع. وعلى الرغم من ذلك قد تكون المرحلة هذه هي الأكثر غموضا. تختصر منبج هذا الغموض هنا يحضر عندها وعلى مشارفها أغلب القوى الإقليمية والدولية والسورية المتصارعة، وهنا الساحة تبدو جيدا لاختبار خلط الأوراق. هذا وحده الموقف التركي لا يزال غامضا على الرغم من الاستنفار العسكري. غموض ينتظر وصول بولتون إلى أنقرة ولقاء آخر مرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وغموض يعززه نفي تركيا لاتهامات أمريكية باستهداف الأكراد. هكذا قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، معتبرا أن هذا الادعاء غير منطقي وحاصرا جهود بلاده في محاربة داعش. لكن اللعبة السياسية والعسكرية في سوريا لا تكتمل فصولا من دون روسيا. هنا بوتين يلعب الهوكي وفي سوريا على التناقضات، لكنها تناقضات باتت تحرجه اليوم بين الحليف الإيراني والحليف السوري والحليف التركي والنفوذ الأمريكي. تناقضات ستفرض على لاعب الهوكي أن يوفق بينها كلها في أرض باتت ملعبا للجميع. وينضم إلينا من اسطنبول الدكتور برهان كوروغلو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ابن خلدون، وكذلك من واشنطن عبر خدمة سكايب الدكتور حسن منيمنا الباحث السياسي. أبدأ معك دكتور حسن، يعني قال ترامب أنه سينسحب من سوريا بسرعة ثم عاد وتراجع عن قراره، لأي درجة يعكس هذا التخبط في البيت الأبيض حجم الضغوط التي تمارس على ترامب سواء من داخل إدارته أو من خارجها؟ لا شك بأن هناك ضغوط، ولكنه ما يعكس هو عدم الالتفات الكافي من جانب ترامب للمسألة السورية. لو كان هناك تركيز على هذه المسألة لكان هناك رؤية. ليس هناك رؤية، إنما هناك خطوات تتخذ يتخذها الرئيس لاعتبارات داخلية انتخابية شخصية، ثم يسعى فريق العمل لتطويقها. هو لم يقل فقط يريد الانسحاب السريع، بل قال لأردوغان، ربما أحرج الرئيس التركي بذلك، بأنها لك افعل بها ما شئت. ثم عاد فريق العمل التابع له في مسعى للمحافظة على الارتباطات الميدانية والتي لا ترتقي إلى مستوى الشراكة أو التحالف، ولكنها ذات قيمة على أي حال. ووصولا إلى تأخير هذا الانسحاب السريع، وصولا إلى إعادة تعريف المعايير التي على أساسها يتم هذا الانسحاب إلى ما هنالك. ولكن الخلاف الحقيقي، وليس خلافا بمعنى الصدام ولكن اختلاف، الاختلاف الحقيقي هو بين قرار ترامب غير المعني بالشأن السوري وتوجهات فريق العمل التابع لترامب التي تريد دور للولايات المتحدة في سوريا وتريد رؤية معينة أن تنفذ، خاصة فيما يتعلق بإيران.
نعم، دعني أنتقل بالسؤال للدكتور برهان كور أوغلو من إسطنبول. لأي درجة يبدو هذا الشرط الأمريكي بالنسبة لأنقرة شرطا تعجيزيا، لا سيما وأن أنقرة لم تخفي سعادتها بقرار ترامب عندما تم الإعلان عنه في الشهر الماضي؟ طبعا لما ترامب اعلن للانسحاب، تركيا يعني تعامل مع الموضوع بحذر، لانه سبق ان وعد الطرف الامريكي عده مرات لتركيا لعدم دعم فيها، ولكن لم يلبي بذلك، وكذلك وعدوا كذلك عن الانسحاب مرات، يعني وضعنا حتى وضعوا تقويم زمني، كذلك لم تلتزم بذلك. الان هذا ليس غريب، هذه التحبطات، هذه يعني اختلافات داخل حتى البيت الامريكي، يعني ليس غريب على تركيا، ولكن تركيا تتعامل مع الموضوع بمبدئيه، الا وهو تركيا تفصل بين الاكراد الذين هم طبعا عنصر اساسي من هذه المنطقه بما فيها تركيا وسوريا والعراق وحتى ايران، هؤلاء كلهم مواطنون لهم كل الحقوق، لازم يجب ان يكون تركيا تدافع عن ذلك، ولكن يفصل بينها وبين المنظمات الارهابيه بما فيها PKK واي بي جي وبما فيها كذلك داعش او يعني فتو، كل هذه منظمات ارهابيه لا يمكن ان يتعامل اي دوله عنده سياده يتعامل مع هذه المنظمات على اساس انها يعني بشكل كانهم مواطنون، كانهم يعني شرفاء. موضوع واضح جدا، وما قام به PKK وواي بي جي في شمال سوريا واضحة، هم جردوا كثير من المناطق من سكانها، هجروهم وقتلوا الناس، وكذلك هاجموا على أراضي تركيا وقتلوا يعني مدنيين، منهم الأكراد منهم غير الأكراد. لذلك تركيا منذ بداية الأزمة تتعامل بنفس المبدأ ولم تغير مبدأها، نفصل بين الأكراد والمنظمات الإرهابية، بين العرب والمنظمات الإرهابية، ونتعامل بهذا الشكل. طيب ابقى معي دكتور فالآن برهان وأيضا دكتور حسن من نعم واشنطن، لكن دعونا نستمع لما قاله جون بولتون الذي التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال في المؤتمر الصحفي الذي جمعهما إن الولايات المتحدة لن تتخلى عن من شارك والولايات المتحدة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. لنستمع. هناك مشكل الصراع في سوريا على الحدود. سنناقش قرار رئيس ترامب بالانسحاب من شمال شرق سوريا. يجب أن يتم الانسحاب بطريقة تضمن هزيمة تنظيم الدولة وأن يكون غير قادر على إحياء نفسه مجددا. نريد كذلك أن نتأكد من أن أمن إسرائيل وباقي أصدقائنا الآخرين في المنطقة مضمون تماما، والأهم أن نعتني بأولئك الذين قاتلوا معنا ضد تنظيم الدولة وباقي الجماعات الإرهابية. إذن استمعنا لجون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي في زيارة له لتل أبيب. أعود لضيفي للدكتور حسن منيمنة من واشنطن. يعني دكتور، الكثيرون يعتقدون أن قرار ترامب بالانسحاب جاء بدون خطة بعيدة المدى، هناك فراغ ستتركه هذه القوات الأمريكية في سوريا، من المتوقع أن تملأه يعني القوات الروسية والإيرانية المتحالفتان مع النظام، وكذلك ربما القوات التركية التي ترى في الأكراد يعني عدوا لها. لأي درجة يعكس هذا القرار انسحاب واشنطن من بقائها كلاعب مؤثر على الساحة السورية؟ هي تبقى لاعبا مؤثرا سواء بقيت في الشمال الشرقي السوري أم لا، هي قادرة في نهاية المطاف لو تحقق. كيف ستبقى إذا انسحبت قواتها؟ لأنها سوف تكون في العراق مثلا كقوة ضاربة، هي تبقى في العراق كقوة مؤثرة، هي قادرة، وإن لم تكن قادرة على فرض حل في سوريا، هي دوما قادرة على عرقلة أي حل لا يأخذ بعين الاعتبار ما تراه صائبا من مصالحها ومصالح شركائها وحلفائها. ولكن المسألة هنا هي أن هذا كله مشروط بأن يكون للولايات المتحدة رؤية فيما يتعلق بسوريا، وهذا غير متوفر. نعم، من المفيد أن يتحدث بولتون عن ضرورة الوفاء لمن شارك القتال، ولكن ما لم يصدر هذا الكلام عن ترامب، وهو لم يصدر عن ترامب، فإنه حقيقة لا معنى له.
لأن بولتون وجميع فريق العمل سواء بومبيو ماتس المستقيل جيفري إلى ما هنالك كلهم يفعلون وفق رغبة رهن إشارة الرئيس. هذا هو النظام في الولايات المتحدة، وبما أن الرئيس مستعد لأن يفرط في العلاقات سواء منها مع المتعاقدين كما وحدات حماية الشعب تحت مسمى قوات سوريا الديمقراطية أو حتى الحلفاء كما أنقرة، فإنه لا جدوى من كلام الحقيقة من هم من فريق عمله بهذا الشأن. لا نستطيع أن نعتبر ذلك بأن هذا موقف أمريكي، هو موقف من المؤسسة الأمريكية التي تسعى إلى تلطيف القرار الاعتباطي حقيقة الارتجالي من الرئيس الأمريكي، وهذه القرارات الارتجالية حقيقة سوف تتكرر. لا نستطيع أن نطمئن إلى أنها لن تحدث، هي حدثت على مدى عامين وسوف تتكرر. المسألة هنا ولكن على الولايات المتحدة أن تفصل فيما يتعلق بمن هم هؤلاء على الأرض، هل هم الأكراد كما شاء بولتون اليوم أن يصفهم، أم هل هم كما كرروا جميعا لا هي قوات سوريا الديمقراطية والغالبية فيها هي عربية إلى ما هنا. المسألة هي الولايات المتحدة بحاجة إلى وضوح، ولكن أكثر من الوضوح بحاجة إلى رؤية. نعم، دعني أنتقل بالسؤال للدكتور برهان. أليس من الأجدى اليوم في ظل هذه المتغيرات بدلا من أن يعني تلوح أنقرة بالعصا في وجه الأكراد من أن تجد حلا ربما سلميا مع قوات حماية وحدات الشعب الكردي أو غيرها من القوات الموجودة على الأرض، لا سيما وأنها يعني هذه القوات لوحت بإمكانية تحالفها مع النظام السوري، بالتالي ستنتقل المواجهة في شرق الفرات إن تم هذا الاتفاق من مواجهة بين الأكراد والأتراك لمواجهة بين الأتراك والنظام السوري، وهو ما حاولت أنقرة تجنبه خلال السنوات القليلة الماضية. يعني أولا طبعا تركيا أعتقد دولة الأكثر تمسكا بالحل السلمي في سوريا، لأنها تركيا أكثر دولة تضررا من سبب الحروب الدامية التي تسير في داخل سوريا وعلى حدود تركيا. لذلك تركيا من خلال محاولات الأخيرة عملية درع الفرات، بعدها عملية أفرين، بعدها دائما يعني ساعد لرجوع السوريين إلى مدنهم بشكل آمن، ويعني استطاعت أن تضمن السلام في هذه المناطق الآن تقريبا يعني 400. لكن سؤالي، هل الحل السلمي باتفاق ما بين الأكراد والأتراك أمر وارد، أم أن تركيا ستعيد سيناريو درع الفرات وغصن الزيتون؟ يعني أنا أكرر كلامي، نحن نفصل بين الأكراد والبيادة مثل ما نفصل بين العرب وداعش. يعني موضوع واضح، تركيا ستحارب داعش، ستحارب بيادة، ولكن ستدعم الأكراد والعرب والتركمان في هذه المنطقة. نفصل بين يعني عناصر الإرهابية المسلحة وبين الناس المواطنين أو وطنيون الذين يحبون أن يدافعوا عن بلدهم. لذلك لا يمكن أن يكون حل بين تركيا وبين بيادة، ولكن إذا بيادة طبعا ترك أسلحتها ورجعت إلى مناطقها وتترك المناطق التي احتلها مثل لا. هذه المناطق مثل منبج، كم عدد الأكراد فيها، لا يمثلون الأكراد. لذلك نحن نريد كل العناصر المسلحة يتجردون عن أسلحتهم، مثل ما اتفق تركيا مع روسيا كذلك فيما يتعلق بأسطنة، نريد كذلك هذه العناصر المسلحة تتجرد من أسلحتها ويكون مجال السلام مفتوح خلال هذه المبادرة. شكرا جزيلا. هذا هو الموقف. دكتور برهان كور أوغلو، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ابن خلدون، والشكر موصول أيضا للدكتور حسن نيمة الباحث السياسي، كنت معنا من واشنطن.